هي ورشة العمل حول مخلفات الأزمة ضمن سلسلة ورشات بدأنا الأولى في العام الماضي للإعلاميين العاملين في قطاعين الإذاعي والتلفزيوني. الإعلام عليه دور منوط كبير في نقل الرسالة ونشر الوعي. الورشة اليوم تيجي في بناء قدرات الإعلاميين وتعريفهم بآخر المعلومات حول مخلفات الأزمة من بناء بقايا الأسلحة اللي نحن نعرف أنه سوريا لم تغزى فقط في الإرهاب والدمار، فهذا كان أساس عمله دمار الإنسان وخاصة الطفل. طفلنا اليوم عانى كثير خلال بعض في بعض مناطق خلال 5 سنوات من الأزمة، من حرمان التعليم، قضوا على المدارس، تدمير ممنهج كامل. فاليوم نحن الإعلام هو الجهة الوحيدة اللي بدها تسلط الضوء على عمل كافة الجهات لنشر الوعي حول هذه القضايا. الإعلام حامل رسالة، الإعلام الوطني أدى رسالته، عليه كثير مهام صعبة، علينا مسؤوليات كبيرة. فنحن الورشات هي عبارة عن تجديد المعلومات، بناء القدرة، تبادل الأفكار للوصول إلى نتائج مميزة للنهوض بالطفل العربي السوري.